بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عشر كواكيل وبغوا لحدن يتضبات كم من صحيح مسلم كتاب الحج بين كسوة الشري باب التلبية والتكبير في الذهاب في الذهاب من منى إلى عرفات في يوم عرفة. وحبابها باب التلبية إن لبيك سدو لبيك اللهم لبيك لا يدهدو يو التكبير إن الله أكبر لا يدهدو في الذهاب تكتانك لقد قاقا من منى منى أرورت لقب حايو إلى عرفات الله بحاي أرورت سقالات يواغو منى كبر يو يعرف الله شرماذا يو أرورت أيضا إن تكبيرت إيا تلبية باللبضي في يوم عرف مالك عرفو. إذن باب ترجمة رد كوية هي وذاته قبي واغو مركو بري مالك عرفي من اللي تشوغبا إنتان لكالهم بوا إن لتشوجيو تلبية يتكبيرت با. حدثنا أحمد بن حنبل ومحمد المثنى قال حدثنا عبد الله بن نمير الهمداني حا وحدثنا سعيد بن يحيى الأموي حدثني أبي به قال جميعا وعيا سود جرى وذا دهاسي حدثنا يحيى بن سعيد عن عبد الله بن ابي سلمة بن ناجشون عن عبد الله بن عمر وولش عبد الله بن عمر ودلاي وحاول ولي منك واد جعلايو وسي جزاء دردارك ابي نينك هي وي عن نبي ابي عبد الله بن عمر قال وحل الصحابه غدونا مع رسول الله رسولك الله بان لك الله الى جرنكيسا من منا وكلك الله الى عرفات عرفنا وكلنا منا وحانا قمت هدان صحابنا يا مسلمين الملبن انت البيسن ارورت انك الله نمنا انك الله ني ان عرف اجيدني وحانا قمت ها انت سيسعون ان انت البيسن لبيك اللهم لبيك ان الحمد والملك والنعمة لك هاي ومنا وحانا قمت المكبر ان تكبير سني ان الله اكبر ودلدل هاي ان تلبيسن يا بوان الله هاي سداسا نسكد احنا لي. وحدثني محمد بن حاتم وهارون بن عبد الله ويعقوب بن ابراهيم الدورقي قالوا اخبرنا يزيد يعني يزيد بن هارون الواسطي اخبرنا عبد العزيز ابن ابي سلمه عبد العزيز بن ابي سلمه عبد الله ابن ابي سلمه واسكو قيس عن عمر بن حسين الجمحي عن عبد الله بن سلمه لاجشون عن عبد الله بن عمر عن ابيه قال كنا مع رسول الله رسول كلام أن الله سعني في غداة عرف أرورت عرف النبي قال الله سعني فمنا وحنا جمدها المكبر ننتكبير سنة يا نجمدها ومنا المهلل ننتوحيد سنة وانا جمدها إذا ننتوحيد سنة ننتكبير سنة ننتلبي سنة رواية ورنا قصوم مري فأما نحن سؤالنا قصوم معها فنكبر ونتكبير سنة إنا حور هذا نقول مركة تكبيرته وقال له وينين تانو بدينا قال وحور وذاتك أها عبد الله بن سلمة قلت وحنقول والله الله نقول أرتي لعجبا منكم كيف لم تقول له ماذا رأيت رسول الله يصنع وحنقول ورمرك رجع أرتضى هاي ورنا يي وحقق هذا يي والله الله نقول لعجبا منكم لياب الليدي ياب حق النكاء هذا كيف لم تقول له محيدا وقول لهن عبد الله بن عمر ماذا رأيت رسول الله يصنع مالكاس نبي وكك الله منا وك الله عرف رورتاسي نبي محمد محمود سمين اي محمد ورم عبد الله بن عمر ويدين ويدين الا وحاضر من شيكتين صحابك الشيكليه ان صحابه قيبه تكبير سنيس قيبنا اي توحيد سنيس قيبنا اي تلبيه سنيس هوشان على اسكو قونسنين نبي ونا انتم مقلها وكا مسو تقريرا لكن وحاد من ان لو قادوا أرورت النبي أصوغ محو سميني ميو تكبير سنيي ميو توحيد سنيي من لبيك اللهم لبيك لها هوش مركة قوقون صدي تابع يقولون أرضادي توس أقاقا تي حديثك عبد الله بن عمر أيوة الدين وايا حايا لي أنتو وين يبنانتا ومسالة إجماع لكن محال اسكوها هي محا فضي بدن شيء فضي بدن وحلوه أقان لها نبي قوحو سميني نبي قدوم مالك التلبيست وحال ورنها أنت كلاوا بناني لكن محا فضي بدن تلبية هذا النبي يقول تكبير ودينا تكبيرته إذن تأسر راديني. وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن محمد بن بكر الثقفي أنه سأل ابن أنس سأل أنس بن مالك حديث عبد الله بن عمر مخاطبه كيني وحوجيني
وذات كان مركا إن أبي بكر الثقفي وحويدي أنه سأل ابن أنس بن مالك بويدي الأنصارية وهما يقو غاديان أكلهايا غاديان ككلهايا من منى من ككلهايا إلى عرف عرف أكلهايا. وذات كان محمد بكر أي أنس فأشا ويدي أنس يأردي يسوم من ككلهايا عرف أسي جيدا وحويدي مركا سؤاشي سي كيف كنتم تصنعون سيد ثمين جرتين في هذا اليوم مالك أنا أصدقى مع رسول الله مالك أنا أصدقى نبي مك الله سبحانه لحجين يزيد محاد ثمين يزيد. فقال أنا سوحوري كان يهل المهل كان أرنكوحوها يهل المهل ننكي تلبيسنا يا تلبيسنا المهل منا فلا ينكر عليه ننكي تلبيسنا يا نغن نغمد الهلال هنا وامع ولبيك اللهم لبيك تلبيده كان يهل المهل منا من أنا كان جمده تلبيسني يا تلبيسني فلا ينكر عليه مقون سني فلا ينكر عليه ويكبر حتى تكبير سني المكبر إن الله وين ومنا أنا كان قتت سني فلا ينكر عليه نبيكم إنكرين صحابه قيمنا وتكبير سني قيمنا وتلبيسني قيمنا وتوحيد سني مرك واحد سكود هيا مجرى مرك يهل المهل ذا مرك حسوا ذا قالها يا تلبيدي يتوحيدك أو لابد وكجيران ورانا ولا سوك القادة يتلبيو يتوحيد يتكبر ولا سوك القادة. وحدثني سريج بن يونس بن إبراهيم قال حدثنا عبد الله بن رجاء عن موسى بن عقبة صاحب المغازي الأسدي مولاهم قال حدثني محمد بكر الثقفي ثم رسم موسى بن عقبة يا متابعين وذكر مالك مالك بن أنس قال حوري قلت لأنس بن مالك حانكوري غدا تعرف أرورت عرف حانكوري ما تقول في التلبية هذا اليوم maxaad kale edahay talbiisiga maanta la talbiisto oo marka laga kalaayo mina loo socdo caraf qaala ana suuxuri sirtu hada al masira suudkan oo kulan suuday oo dhaqaaqay maca nabiga nabiga la jirankiisa iyo ashaabi ashaabta nabiga iyo ashaab nabiga iyo ashaabtan u raacay suudkan oo kale la suuday fa minna waxa naga mid ah al mukabbiru nin takbiirsanaya naga mid ah wa minna waxa naga mid ah al muhallilu nin tawxiidsanaya ولا يعيب احدنا على صاحبه متكايوك كلموس قون سنين نول بوحو اود تكبيره اما توحيده اي لا ايمان اي انت ومركه وا تقرير اقرار النبي محمد اي حجه صحابنا وا لي اني هوش فرنتاي بي غرانين لكن محا فض بدن التلبيه اني فض بدن تلو بدن يحي اذا ارورتا سي من لا كلهايو تلبيد وي سكونيس تكبير تبا سكونيس الى من لغا تغا لغا تغا عرفو ومركا لغو مشغولي الدعادي يا الله برقي قعمة تاقدي يقبان لسوقا بلو يستاق لغو مشغولي تكبيرتو يتلبيضونا كمقو أيسو كاللهاد لغا شرماضي أما لغا كاللهاي منو اللو كاللهي عرفة ويسعوني سعالي نزوم الرأي إن نبيك عليه الصلاة والسلام جمرة العقبة مركو تورت يوم النحر أريرت التبناد إنو جوجيي إنو جوجيي تانت المان بايدي إشارت إشارت يا ميدار نبي قوم ميداري حاجك أعماش أنا يصير دمان يصير جب جبته تلبية دي من نبي هدوء توجيه بعد رمي رمي الجمرة طبعا ده وحوى حاجك وافر سلام واجب جبوبي باب الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة واستحباب صلاة المغرب صلاة المغرب والعشاء جمعا بالمزدلفة في هذه الليلة وإن صومر أحد كسب صم باب كان لكن حديث أسامي حديث دورة أي إمام كسوع باب جنتي هاي لا تنوحي كسور مرتين مركي حديث كديرا وكشي كيني النبي عليه الصلاة والسلام حلقوا التلبيضة باللابي حلقوا الدميني تاسي اي هذا نواسي قونا مزدلفو صلاة اللي قلتو كان لابو بابي هذا باب الإفاضة بدا عد لقب تاعي لقب دقاق ايبو بابي من عرفات الى المزدلفة عرف دقاق لقب دقاق ايي المزدلفة اللي وصو دقاق ايو القصو دلمان ايي بو بابي ايي هذا نوحي نصوم الرأي دقائق من اللقاء دقائق عرف الله هذه هذا نعرف إلى مزدلف يو استحباب صلاة المغرب والعشاء إن لجعل يهي صلاة المغرب يتعيش إن لقدتك كذو جمعا أيوه وذكرا والسكود رأيه بالمزدلفة ماشي مزدلفة في هذه الليلة هبين كان أساقي هبين كان طبناطة حد حالين صومر خلافك كتشرا سيدا اللو بدن يهينا أي وذادها دم متقرنة أي خلاف كان لكن مذهب كصحابة اللي قورنا يؤي أي إن صلاة المغرب كي عشاها أن لقد تكن كرين هبين كاس ميلان كاهين مزدلفو مزدلفو طيب جابنا عبد الله وسقى أن نكسو قرن لا صلاة إلا بجمع عبد الله بن الزبير في خلافته حرم كلا يسقو يتشوغا حج كعماش يسقو يتشوغا وكي كو قد بيي
ومعه الصحابة والتابعون لا صلاة إلا بجمع يرددها ثلاثا. مجاهد بن جبر وأنك سومر أصغن أسداد ديدي أبو سليمان الخطابي حمد أصنو حول صلاتكم وأصحيسه وحان كان مزدلفه ابن حزم باكوتك انت وحكاد ركسيقين انت با وحان صحابتك كاين ترمذي في جامع وحن نكون مرة مركو باب كان مري وحديث كان أوكيان وحول أهل العلم وسيدان يقبان والعمل على هذا عند أهل العلم أنه لا صلاة إلا بجمع خلاف كرنا ما بسوا جورين بقدال بوحير كشيء لكن أهل العلم وحكسوا جوريي إن يلاهدين صلاتكو أصح إذا ما جرتوا وعشية لقى وضع مغرب هبين كطبنات إلا مزدلفة مين قلب كلا قب تاعي عرفوا صلاة وحيونكو أيكو أصح إذا مزدلفوا مقرس وحول وأنا قول سفيان الثوري رقبة بوتري خلاف كلام ما بسوا جورين أمرك طبقة هراء قدال بوكك يعني خلاف ير ابن المنذر نواني قصوه شاقنا انه مسألة عقيدي مسألة عرسنا وكرده في الإشراف في كتب تيسا خلافك بحث يقول حقول الله بانايا صلاة مغرب كيدب الله عشاء الله جمعين مزدرب اللقود تكين جمعان يا صلاة نوعانا وحالو سميي لأجل السفر مثل نسق حج عماش سيكمت من أجل النسق مياه مثل من أجل السفر رجعي كهوس بعد وحيدة هذه ومن أجل السفر من أجل السفر وي خير ما يكون مسافرين هم بس هذا جمعني أو قابني والنبي يقول خير ما ك يريد مدينه ينن آفاق وجهك ركيم ينن مسك قصوا بحي مكة لقادن مسلمين تربى واسمي جمعا وقصرا صلاة فريد والله بالله يا صلاة هرام بقابني دوسك قابنا الصبح يا مغرب وصوت وترن لقابنين بقى لما كلا قادم وحصلاة دمرك الله جمعينه لونا قابنه دمنا لو قد قايو ونسق عبادة من عبادات الحج وي هول سفر ماها نينك علاد السفر كردق ورنا يا انت الله سيسعد والسك جمعين كرا والسك تهن كرا رحلة لقسي تهن كرا لكن نينك قضى وعمل من أعمال الحج وانا نسق من مناسك الحج وانا سنة خاص حجك صادرت من مسافرة إنما المسافرين بأي جمعيان قابيان صلاة أيام الحج حتى حنفية قبطوا دي دنيت جمع دي دنيت وهذا هو الصواب وأنا رأي الصحابة أي كنت جيت وح مخالف ويكسر أنت هو شاسنا لما كينين عمر يا علي بن عباس بلقوري لكن أثار تاس ضعف باكو جيرة طيب حتى مركو وقاع العيان ويو أيو إني فلسة ما ينبع الله شيء والفعل لا عموم له وقاع العيان لا عموم لها لكن صحابة كلا نصب كسر لا صلاة إلا بجمع حتى واجد نبي أمراض الهبن وما يبلابين إن يدحى كسي تكذان ابن عمر سعد ويخلاف جوا كتجر إلى مزدلفة تكان ما يسن تكنجرين حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن موسى بن عقبة بن أبي عياش الأسد عن كريب مبنى عباس عن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما أنه سمعه يقول كريب وحوم مقلي أسامة له دفع رسول الله رسولك الله بكرق من عرفة قلبك السقالات حتى إذا كان بالشعب قش مركو نبو قاري أما تقي وأنك صمر الشعب كان مقلبا مسوى وادي خلاف باكتها قاني نزل النبي قواد دقي وقاليك بكت دقي هشي وكي أن صمر النبي هشي الرمية أما تؤيو فريسي فبال مركزه نبي سوكاج ثم توضى ويسقاتي أنا ويسد وقش شو حاله وكي سوير ولم يصبغ الوضوء ويسدنا نبيك محل ديرانه ويس خفيفه ومره مره ويسيستي فقلت له نبيك وحنقول هذا انا اسامه الصلاه نبى لو صلاه بك وهي صلاه المغرب ان تكن قال النبي الصلاه امامك صلاه ويكاه الرئيسه حل قيدنا ماها قوبت دينا ماه النبي يقول عليه الصلاه والسلام مرك ننكي الى صلاه هل كان يكون اصحي سوى مخالف لنص الرسول الصلاة أمامك النبي يا ذو ذات الصلاة ولكن يكون صح يسأل كان لقول تكنيا وأدو إلى ذمايا الصلاة ها هنا الصلاة ها هنا أوتي وأقتروي إسكا إلى لي أو جاي ذا فركب النبي هاش يسيب يكري فلما جاء المزدلفة مزدلفة مركو تجي نزل قال كيف كده فتوضأ ويسلى بعد منه ويسقاتي فأسبغ الوضوء ويسيب كحل دار النبي هل كان وحى كجرا أدو سوي سيستي ويسدوا عن صلاة ولي كتو كنين إن مرة بدو يسنكرتو حافظة كسو ويسستي
ويسدي كاما جبين سلاد مادن كنتو كانين مسجد كاتيميت مر لبا دين لويسن كرتو عثمان يزين كرتو با لا قات ودا وخي كوبوشيان وخي يدهدين وخا دحي كرتا ويسد هورنبكم سو ويسيستاي اني كجبت اني كجبت ولا سوا محي اني سجمين با اصل كان ايدو غديلكي اني نبي ويسن كجبين او ولي ويس قبي ولكن ما دام ويسد وراي خفيف ايت وحوجيي اي اي كعدايم يا كعد فاسبغ الوضوء ثم اقيمت الصلاه صلاه دي با لا اقيمي فصلى المغرب مغرب كي النبي قلت كدي ثم اناخ كل انسان قف والبوحوجي اما فريسيي بعيره وغاديدكيس في منزلي مشو دك كفرا لها مركي مغرب لا توكدي دربل لما عرب نعيشي دربل لما عرب نين جيلي كراي فرده با انت لا قاداي با لا فريسيي نقول مشو عاوا سيحان لها يو فريسيي كدبنا إذن هي هريدة لقديكين يا الله صون نقضي عشيبة يا الله تكذي كذبا أورتي لقديك هريدة لقديك ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله منزله ما شو دقلها منزل كيس ثم أقيمت الصلاة ثم أقيمت العشاء عشيبة الله أقيمي فصلىها نبقى تكذي ولم يصلي بينهما شيئا عشاء مغرب أنت ورد حيسانا وحسنا أمت كنين halka waxa ku jira shardi ma aha laba sabab la jamcinayo in la xireeriyo al muwalatu baynahuma shardi ma saadi ba laga baxay laba sunaysanin maxaa la sameeyay awrta ba intii la qaado geedihii lagu xiray markoo hoganka lagu duubo laga furay yaa la fariisiyay ni walba meeshu tagaa intii la astadaydo ni walba meeshu caawo siixan la u ilaalaystay ama sahansaday yurtigiisi fariisiyay fariiskiisi geeyay waa la isku soo noqday saadi ba loo aqimay markaas la tukaday الموالاه بينهم كتبت الشيغان ديل ملها ديل ملها ان لسكو حجيون بعد الرباه انت يدون فاصل مركا عرفي او دحين كره او دحين كره وعقلو كجرا تحديدك لما سنن مره صلاه جمعيسو ان سنيسه لما غره بينهما ولا بعدهما طيب وحدثنا محمد بن رمح قال اخبرنا الليث بن سعد عن يحيى يعني يحيى بن سعيد الانصاري عن موسى بن عقبة مولى الزبير ربنا يسد بدي مولوها عن كريب بن عباس وصدح تابعه وازدبتها يعني يحيى بن سعيد الأنصاري وتابع صغيرة موسى بن عقبة وتابع صغيرة كريب بن وتابعي مركز ثلاثة من التابعين بازدبتها يعني عن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه ما قال انصرف رسول الله رسولك الله با كقدومي بعد الدفعة دقاق الدبدي من عرفات انصرف كل يحذوي ووعدي انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كلابا ووعدي ووجدك كوعدي كل يحذي كجدي أما كبيري بعد الدفعة دقاق كدي بلغس ودقاق من عرفات إلى بعض تلك الشعاب قول لها ميت كميدو نبي وكل يحذي وجدك مزدرب وكل يحذو نبي وميدك بأبحي محاول لحد يقول الشعاب جمع الشعب من حالي حتى نادي نسوه مريض لحاجتي دنتيسي إنو حسو حاجة كتو نبي وكرت اقول لحدي فصببت عليه من الماء ويسدي بان حق سنه بقول شو انا قعنت اقول شو شبي فقلت وحان كوره تصلي نبي قال له متكنيسا فقال وحول المصلى امامك تناكسي عد المصلى بوسكي مكان كل قلت كان لها هي وكاهر ريا هل كان معها هل كان معها وحد الصلاه امامك من حيث الوقت المصلى امامك من حيث المكان نبي يقول كتك مجر وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا عبد الله بن مبارك ابو عبد الرحمن المروزي وحدثنا ابو كريب واللفظ له قال ابو كريب بن سمر محمد علاء الهمداني واللفظ له حدثنا بن مبارك عن ابراهيم بن عقبه موسى الكيوي ابراهيم بن عقبه يا موسى بن عقبه بن ابي عياش الاسدي مولى زبير عن كريب بن عباس قال سمعت اسامه بن زيد يقول افاض رسول الله رسول كلاه بكرقاقي من عرفات بكرقاقي صلى الله عليه وسلم فلما انتهى الى الشعب قش مركو غاري اما وادك او غاري نزل النبي وادك فبالا واسوكاج ولم يقل اسامه اسامه موسى اورانين اراق الماء اراق صحابه كلام مكي هوشا كورميين اراق الماء يا يرو مركي كايدي كعبري اراق الماء فبالا واسوكوريا ولم يقل اسامه اورانين اراق الماء به وسود ذات شيء أمر شبه يعني وسوكا تلو كذا قال حورز أم صامة فدعا بماء به نبي قعد صدي الله كيني فتوضأ ويسقى وضوءا ليس بالبالغ أن حل إيرين
ويسان حل ديرون تي نبي لو يقانا انا هين يونو مالين قلب كاس ويسيستي اما فيت كا ويسيستي اذا النبي و خو جعلا انو ظهاره كسوده انو سو ويسا قبا او طاهره او سوده جعلا صدرتيد مكو سن ويسا قبين حتى سلامت انو رد النبي موسى جعلا وكي صحابي اسو النبي و ويسا قبين سلامي وركاسو كاموس الى ويسا قات اما او غبا غبيستي سلامت موسى كردنين نبي الله واسده وحان عيون كهدي انان ربي حسو انو ويسا قبين اذا ويسا دان هروا ما ويسا او تلقى النبي ظهاره وقد كسوتيد تيو ربنا كنت كده وينيد نمركم مزدلفة تجي يسمع الويسست طيب قال الحور فقلت يا رسول الله الصلاة نبي الله صاد أن تكون صاد وأن هيسي قال الصلاة أمامك صاد ويكاه رسول رسول قال ثم صار نبي جوا السعودي حتى بلغ جمعا أي حتى بلغ مزدلفة إلى مزدلفة قال جمع يدا الله هذا نبي الله آدم يحاوى كل مال الله شيئا جبريل إبراهيم با كل مال الله شيئا يعني وامل وكل ممدس كوكت ما دو مكانه جمع هو يدن حواء يا آدم ومدس رانا دور صنو من هندي لغطوري من دبر حقيس لغطوري يسيس كوكو دواقا هي حواء يا آدم وصول هاي سمق لها هي باي كل مين مزدلفة الله شيئا جمع ساسا اللوجيري اللي ممكن لغسو دجي جنة لسو ترحيل الله سو ترحيل هوس تلفون مجرو سيس كو أركا هي حاوي بودا وي مقاشا دونك عرف كيس أصنو آدم ومكد أصنو ومقل هاي سيسو دواقا هي بيكو كل مين في بيت الله الحرام مزدلفة كو كل مين جمع ساسا اللو يري وآثر لو ريوي سيدنا هنقط فصلى المغرب انا المغرب بوت كذا يا والعشاء كنت كذا مزدلفه كنت كذا ايغو جمع عشونا الا برك عشاء الله برك لا دغ المغرب كنا وياي سد حديثي حدثنا اسحاق بن ابراهيم بن راهويه الحنذلي حدثنا زينب زهير ابن معاويه ابو خيثمه الجعفي قال حدثنا ابراهيم بن عقبه ابراهيم بن عقبه نتحدث نسوم مريني طيب عن اخبرنا كريب مولى بن عباس أنه سأل أسامة بن زيد كيف صنعتم سيدي الشيخ محاط ثميسين حين ردفت رسول الله حلق أطفنقش رسولك عشية عرفة قلبك عرفه قلبك عرفة رسول أطفنقش هشا الله صار ريت محاط ثميسين فقال ابن وحوري أسامة مكو جوابي جئنا الشعب قشبان النمت أما وادقي بان النمت الذي قشاسو يونيخ الناس ودتك اي كور اي تويان اما فريسيان فيه قديس للمغربي فيه قديس قايد كود الابل والدواب وي للمغربي تتكو جدنا و امراء بني اميه دتك لما ولي رب بن اميه واجد مصنع خلاف كو لو امتحاني باقن كاس السماويه مركي كو سو دهان عرفوا وما ان كان لا دالو ايو مزدلفه قارين بينتي ماشي كل نبي كو كاجي كل حضان يي كنت كنت تري طيب وحكا دكتين مال أورت إيجيلي قايدك لفريسيو اللي قلتو إيو لفريسيو بيكا دكتين اللي قلتو كذا مغرب جينا وحانو نمت بروز أي نمت الشعب قشا الذي قشا سيونيخ الناس فيه الآن وين وقا ما أهين هذا يكا دكتين بوجي ذا ماشي هاد اسمه أرك بر أورت إيجيل اللي قل لحيا لفريسيو مغرب للمغرب لأجل المغرب هل كاسي نبغي نبغي قشا سنمت عفوا فأناخ رسول الله ناقته نبي محمد هاشي سفريسي وبالا وانا كاجي وما قال اسامه موسى اورانين اهراق الماء اراقي اهراق منا مدهين ها انا ما اخرين همزنا ما اخرين اهراق هذا ان 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 الريبين ولغوي وانا سيده لو بدن يا هيبا اهراق اراقي لم انت سيده اراق ماشي ما حد قال لي زاون ها ماشي كسكر نيسا ثم دعا النبي وحيوه بالوضوء ويسع عطسدي بالوضوء ويسع عفوا فتوضع ويسقى وضوءا ليس بالبالغ ويسان حل ديرين بالنبي ويسقى فقلت يا رسول الله الصلاة صلاة أن تكن فقال الصلاة أمامك فركب نبي هاشي يكري حتى جئنا المزدلف إلى أن تقني فأقام المغرب مغرب النبي وأقم وقال له آدم حتيك جابر بن قصة مرأي صلاة المغرب لو آدمي كدبنا والله أقيمي أيدي بقى لتكذي وحير كدب هذا عشي بقى لو أقيمي ولا تكذي وصيد الرأي رواية كبدنيهين نبي والله وصل الحكوج بأذان وإقامتي بأذان واحد وإقامتي لكن حديثك أصلا صوح أنه قارد دوني رواية فربضان بقى إنه الله بقى صلاة النبي وكتك بإقامة واحدة
وحكوا صور وريف حديث عبد الله مسعود غير كي بأذانين وإقامتين بأذانين وإقامتين صلاة كسين لا أذام الله أقمه تنال لا أذام الله أقمه وسي أسهل أهان جرينا يا صاحب الوقت بالهرمني يعني سيادة بالصلاة أما جمع تقديم ها هذين أما جمع تقرير هذين ولقو تيه الرئيس به الرئيس عامل ويكو وريران صلاة هادات جمعين جمع تقديم يا هادات جمعين جمع التأخير با سيدة يوكله الرئيس با يوكله الرئيس هيا عصر كي بادبو لكتي وحلتو كنيسة عفوا دور كي بادبو لكتي وحلتو كنيسة عصر عصر مكان لقارو صلاة دور باتقصو بالله دور بعد قلي دور بعد ضمين كدر عصر بعد جمع تقديم بعد ضمين إذا مثلا عصر بعد صور طوحات كنت بوسكي دور تتكبل لابي دور بعد تكبل لابي سيء حليلين بعد ولقى أودي اللهم إن وقت حليلي يتكبل يبي كبق يسني بحده صلاة دي وقت على حيت إلا تنا يدو يسوتك طيبة مركز تأخير تأخير كأتقدر وجمع جمع تأخير يعني دور بسوتك وقت جيس عصر كبار كبر هذا ضال أنا سقي باللاعبين بق إنه بحه تدور كبر له ده وحكي إنه سقي تجاب لو يصير كان نقدان لو ده أي وقت ده ويا مركز فقد وليهم حلقوا باللاعب ياهم صاحبة الوقت طيب حقين مري فركب حتى جينا المزدد فأقام المغرب مغرب النبي قوى أقيمي ثم أنا خن ناسو ضكتبة جوئية أما الرمية أورطو دي قيلوا في منازلهم ماشي دقل هاي ولم يحلوا هريد ميسان كدقان إرارة دي أورطي ميسان فورين حتى أقام العشاء الآخرة إلى عشية دنب النبي وقو أقيمة وتكذي العشاء الآخرة إن لا أرنكرنا حديثك حجوية جماعة من السلف بديدوا وعيدين لما أرنكروا وكمدي ننكر عبد الملك بن قريب الأسمعي حروا لغة ضعيفة وورع عاموين لغة يعربي ذا أقولن العشاء بس وين اللي جاده توا مغرب عشاء الآخرة معنا ذو حكينا إني مغرب من عشاء طاي وعشاء اللي يجدونا وحلوك لصاري آخرية يقوله ولوك لصارية حديث كارح جوه فصلى جماعة من اللغوين ويشيغان وده كل جام لغة ما تغنب عليه أسمعوا على وجه عليه وعوا واللغوي سني أو سلفي نين رياب بصراعة أو اللغوي أو الناحية أو الديبة أو سني نظرة ويرت رياب بصر بيرعى فريستي قدريو مزيلا فريستي نحادة كسوة بحي اللغوين تكسوة بحي بقول كيبا سديتا وأهل البدع أساق يربع كبت بعد وفن يكد الوريقة اللغة مركة قنوبة اللوج عليها أساق تفسير كيسية أوليس ثم حلوا فصلى نبي عشيب وتكذب ثم حلوا قيلي قاليك هيريدي كذب يعني قلت وحاري كم فعلتم حين أصبحتم عفوا فكيف فعلتم حين أصبحتم وان قرت مركز كسور غادين عرفوا إلى مزدلف هو شط ميزاني أرورتي أتكذب غاقدين من مزدلف بالكور فكيف فعلتم محاط ثاني شيء حين أصبحتم مركز وبريستين محاط ميزين قال وحور أسامة رديفه الفضل بن عباس نبي وحافن قال أرورتي أصدنبي إنه مزدلف وكالليه أسعودي منا فضل عباس با نبقى فنقل نبقى حد مدينه أقصديه لبدأ ويلة يرك وانا مرة يرى ورب النبقى إنه كقورين أحاديثة إيوه أعماش مالك السمين إيوه إنه تبيان ومن قوريان ومسلمين تقرد حلال نبقى ورب وانطلقت أنا أسامان وانا قبل في صباق قريش قريش ترتن كيدي وانقليه على رجل أدمه لوحي كان قاعد كتكتب مالك أيضا جايد مقال إن حقان وحكت أيبور رقي قريش ديريني بالله ترتمي طيب وحدثنا إسحام بن راهيم أخبرنا وكيع حدثنا سفيان بن الثوري اسمه بن سعيد المسروق الثوري عن محمد بن عقبة محمد بن عقبة إبراهيم بن عقبة موسى بن عقبة ولا لوي ونمر هب بن أسد وحق حلفي رقم كؤها ونكدر عن الهرك أسقى الأسد دي بالإسكاليه عن كوري مولى بن عباس عن أسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أتى النقبة رسول كلاه مركو تجي النقبة أي الشعبة كش هذا سمر يسوي النقبة جمع أنقاب أنقاب الجو جمعية شعبنا شعاب الجو جمعية مركو قشي
ama meesha karinto kale qow ka gaaban yahay ayaa la iska yiraahdaa waadi asoo ku fasiray Abu Qasim al-Qawam sunna Abu Qasim al-Taymi halwa inuu soo maray lama atan naqba nabag murku taga goshi alladi naqbiga soo yanziluhu al-umara'u umaradu ay daga umarada daga umarade xafidku xul wal muradu bil khulafa'i wal umara'i fi hada al-hadith ibn umayya umarada lagu sheegay khulafaadad maqashay meeshan wa reban umayya فلم يوافقهم ابن عمر على ذلك وهو خلاف السنة في الجمع بين الصلاتين بمزدلفة حفظك أورني وحانا وورك وحلقة وقادم ماي أمري سياسيين سنة وابد درينيهين دينتنا أفر بالله وقلابة دين علماته جاهل وركي يوداد حمادي تأويلك يهو هي يهو بقر بقر روح الدون يرصاب الأهد سانم ولك تاي iyo hakeem nin iska dhiga mutafalsif ah afartay diintu eeda nin diyaanu waxaan ahay abwaan soo yaalka la socdo soo jireen oo rugcada birta calashaday oo indhaha isdaba dhigaya oo waa kuwa la eedo way diinta ma aqaana waxay saanu ila tahay nimanka dhasumada arag ee xukuumada iska dhigay falaafisada iska dhigay inay aqal badan yihiin ummad wax dheer yihiin diintu nimanka way eeda جاهل استيرحية أن دين تكور قبين أو دين بان كتر جمنا وي إيدا وذا دانا يستعنا دين توي إيدا وحيو عرب لقي يهولها جدين كوفي عن دين توي إيدا محزواري بقر مدحويني أي اسكو هرتمي دين تي إيو دانو أساقو لها يوم دينو قميس الدين كانو كتون تأفر تاسي دين تو إيدا دي بفيري وحيدا يستا أفر تاسي تكون متعانا أفر تاسي عبر الله دين كاقبتو umarada marka wuxuu yiri warkoodu waa khilaafu sunnah sunnah nabi maxamed bay khilaafsayeen umarada lugu waa umaro bani umayya xafid fadhi awsha ku cadima nusuusta cadaynays aathar badan baa cadisanay awsha sameen jireen falam yuwaafiq ibn umar wuu ka tagi jiray saxaabada ka tagi jirta bal ikrima oo ibn abbas ragga xadiid ka dhaxlay wuxuu yiri maalin buu arkay ibn umayya meesha ku sii leexanay oo caamadan daba yaacays iska tagay musdalifu iska aaday wuxuu yiri ittakhadahu rasuulullaahi mabaalan واتخذتموه مصلى هرنتي إكرام ابن عباس وحوري اتخذوا رسول الله مبالا واتخذتموه مصلى نبي محمد ماشي تقول له حتين ما اللي قدنا قلتوا لو لو كرتوا لو حاجة قلتوا كذا جنبه يدك واحد قال قتين مصلى اللي قلتوا كذا ين ما حط ما يزيد بدعوا أبو نقدين جري نزل النبي قوة دقة فبالا ما شبكو كاتشسو ولم يقول مقرنين أسام نزيد أهراقا جماع صحابة كلا شيء وهو شاس بيو نبي قد دات سمار قرن بالاوي طيب أما قضى حاجته ثم دعا بوضوء ويس النبي قد صدي فتوضع والله كان ويس وضوءا خفيفا ويس فضت فقلت يا رسول الله الصلاة فقال الصلاة أمامك تلاد ويكاه الرئيساي هرئ الصحو حدثنا ابن حميد الحافظ صاحب التفسير والمسند اخبرنا عبد الرزاق بن همام السنعاني اخبرنا معمر بن راشد ابو عروه اليماني عن الزهري محمد بن مسلم بن شاب الزهري عن عطاء مولى بن السبع عطاء بن يعقوب قال هذا نكاس عطاء بن نافع ولو شيغا ونن ثقه لبد وجب ولوتري عطاء بن يعقوب يا عطاء بن نافع والده ومولى ابن السبع مولى بني السبع مولى ابن السبع والسكوها وعلى الرجحة مولى ابن السبع بل الرجحة نو يسوح الرجحة يا مولى بني السبع بالرجحة يا عن أسامة بن زيد وتابعي ثقة عن أسامة بن زيد أنه كان رديف رسول الله وحوش شيء إنه نبيك لف ولصار جديدك حين حل يجيب نبيك ولصار جديدك أفاض من عرف وكسر دقائق نبيك فلما جاء الشعبة قوش مركو من اللي سلق رنّي أنا أخر رحلة وقال الكيسي أما هاشي سأيو النبي فريسي أما الرمي أما تؤيي ثم ذهب إلى الغائط وكرتقي إلى الغائط ماشي دهض أهيد أما الدحضة هيدو هو سيسيب النبي آذي اللي قدنا قدن شري فلما رجع مركو صلى أبطي صببت عليه من الإداوة صببت عليه نبي حان أغشو بدوشي إسا قعمي يعني بيه من الإداوة وبويسوتك ولكن ويسد أي نبي كوي سنجري يعني بها وغشوا فتوضع مركز ويسقاتي ثم ركب نبي هاشيب كوري ثم أتى المزدلف التقي فجمع بها مزدلف حقوق المي بين المغرب والعشاء مركز إسكيلة اتخذوا رسول الله مبالا واتخذتموه مصلا إسكيلة لي
وإنك سوى مرأي مسألة خلاف كده عرس باكو شروع هداد أدون مزدلفة قارين آد جم عيشة تكتو أما مغرب تكتو إنو سن أسحين جماعة من السلف باكو تبي صلاة دانا إسن كاس عنين لكن تي انت دب ودك تي مزدلفات كنت كتينا يا صح يسو وبالاجماع مركب مال خلاف كجرو اكو قمام ادو هلي كرا مال ان مر الله ينو مسلمين تي ودنيه امدنا لا تجتمع على ضلاله هذا لك اس خلافته حق قيب كمدا واسيغي كرا حدثني زيد بن حرب بن ابو خيثمه النسائي قال حدثنا يزيد بن هارون الواسط اخبرنا عبد الملك بن ابو سليمان عن عطاء ابن ابي رباح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثك ابن عمر حديثك انس ومقاتوها حديثك اسامه بن زيد حديثك ابن عباس بهذا الشيخ وذا شواهد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم افاض وحكسوا دغى صوبن من عرفه عرفوا نبي كسوا دغى قلبك سغالات وارد واسامه ردفه واسامه ردفه أسامر وفنكي سيها يعني ولا سارين هشا وحق الدنب ونبو وكلا سارين فلم فما زال قال أسامر حويري فما زال موسى كزو النبي يصير إنه سعوني على هيئته سيدة داقن كوايد أسعوني حتى أتى جمعا إلى أم مزدلفة تقي بعض النصق يقولون فما زال يصير على هينته على هينته أنا هيئتي بأي دقان حيدين دقادو هيئتي هي ندي هي دو عشق مهد على هينة من الهون ومحي سترتيب الدكان حسلون من أبو سعودي على هيئة المعتادة في المشي والصير سترتيب من أبو سعودي حتى أتى جمعا إلى مزدلفة كتغي وأنه قال دونا ميل كفة فأيصام أوليها نبي قل مركو ميل عددكو ميل عجو ويمادو جام يزحمو دريمانا ترتيب وهاش سعوني إلى هوغان كهاش وكسو كندا كعريريو هدو أركم ميل واسع عن هاش واسيد دين يؤاد بول حتى لي مركز سيد غالب كاهي وحاوي وحيوس على سيد ترتيب ضد كاد وفربضنا وكيلها عليكم السكينة مالك مزدلف لقى دغاغي قلب كلا قصو دغاغي عرف بقى وحدثنا أبو الربيع الزهراني سليم بن داود العتكي وقتيبة بن سعيد جميعا عن حماد بن زيد قال أبو الربع سوي حور حدثنا حماد يا عم بمرهن حدثنا هشام يعني بن عروة عن أبي أبي عروة بن الزبير قال وحور عروة سئل أسامة وأنا شاهد أسامة لو ودي أنا قبتشوك ومقلها إياه أو قال وحور عروة سألت أسامة تابا ويديي أنا بطوس ويدي يوال لو ودي ومقلها إياه يا ويدي وكان رسول الله أردف من عرفات محل ويدي كربته وكان رسول الله رسول الله وحوها أردفه أصمد فن قريبا من عرفات عرفات مركو نبي كسو دقائق يبوهاش صوت صاري أو قادتك إلى السكر أجري قلت حاري في سؤالي سؤالي وحان كوري مركا ويدينا يا أصامي كيف كان يسير رسول الله على ودينا يا نبي مالك سوء سعود وحول بين رمز عابده يتابعون تنهب صدان لوادين يدحل ويه وحكالا ما هيزاني كيف كان ياسير رسول الله سيديب النبي السعودي حين وقتك أفاض وكسر دقاقة من عرف قلبك سقالات قال وحول كان يسير العنق سلحات النبي السعودي يسير العنق تلاب الدير ينبي كسعوني العنق أمرك حول أنت لوسي دايه وقانك يكينا لوسي دايه أون لفروحين ورتو قدق الكلاب حقورة الله دي ولحات دوي روحي وقامين هيانا قنتم انتو قابصدو وصقف الليه أنا غمرك سيداو سيقور ديرو عشان أن لقول علين هو جانك أو لقط الله بحيس روح جامعها يرى لحاتني يسعد يسير العنق فإذا وجد مكو نبي قوله فجوة ميل بنان وضد أي سنشوغينا نص حقوق حكا دهيوي نص وامعوا انتو لحاتن كرو لحاتني انتو لحاتن كرو أما سعون كرو سعون هاي مركا نص يقول يا عنق وحيل دير نص نص وسيدين هاش وسيدين هيو إذن هذه مركب عيد تشرنا والحاثني أنت صعد عادية هذو هلا مال عن فجوة فرجة الروايات بقري بعض النسخ فرجة مال بنان ضد أي ضد كلا شيء حي حدثنا هو أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد بن سلمة كلابي وعبد الله بن مالك الهمداني وحميد بن عبد الرحمن بن عوف عن هشام بن عروة حميد بن عبد الرحمن وعن هشام بن عروة تبدأ الإسناد سنذكر ثم عن عروة عن أسامة بن زيد وزاد وحوكر لي وذات كحميدة أما عبد الله بن نمير وحوكر لي
عبد بن سليمان يحاسكوا عطنا عفوا يا عبد عبد بن سليمان يا عبد الله بن نمير يا حميد بن عبد الرحمن كلهم عن هشام بن عروة بهذا الإسناد. وزاد في حديث حميد حديث حميد وحقدر هشام قال هشام حور والنص من الدون أن يكون فسره فوق العنق وصعد الحادث كسر رأيه وقدر عنق. حدث يحيى بن يحيى قال أخبرنا سليم بن بلال التيمي عن يحيى بن سعيد الأنصاري أخبرنا عدي بن ثابت أن عبد الله بن يزيد الخطمي وأصحابي عبد الله بن يزيد الخطمي وأصحابي أن أبا أيوب أخبره حوشا وأيوب الأنصاري بأشيقي أنه صلى مع رسول الله رسولك ولدت كذي في حجة الوداع حجك سويتك النبي قدم بي المغرب والعشاء بالمزدلفة مغرب يعيشون النبي كلت كذي مزدلفة كلت كذي. حديث تمرك وحكوجنا مسائل مسألك وضحوي الجمع بين الصلاتين بأذان وإقامتين وأنا قولك قديم كالشافعي قولك قديم كالشافعي أما جديد كأسوي عقبة عشية مغربي عشاء الله جمعين بإقامتين فقط أذان كمجره وحكى له كجره عدم التنفل بينهما إلا صنيستنا الله ما أقوله بين الصلاتين المجموعتين هذه عشية مغرب لجمعية هذه ظهري عصر لجمعية بحضر الصلاة لقرين ما هيو وحكى له كجره فصل إياك لبحنت الله صلاة لجمعين إنه صنيب لها ينو موالات كوسن شرد أهي وحكى الروايات كحديث كويمت خاصة حديث عبد الله المسعود كويمت ولا على إثر واحدة منهما قداشود إلا سنستان الله ما أقوله أنا الشافعي وحان رجحينا صلاة ظهر نحو ذنب الله سنستان كريني مركض عشان مغرب إسراء عيسى كذب وسنستان كرتا سنة الراتبة هايت قداشود قلبت قينيسا مغرب كي عشاء الساس ظهري عصر نسيد وكالي أي أنه مخالف للسنة نحو ذنب الله سنستان ماي ولا بعدهما الله سنستان ماي سنة الراتبة والنبي في السفر ولا حد وسن كتك الجرين وحياك جرت ركعتين فجرك ركعتين كفجر كالنبي يقول لك كما تقل لا في عضر ولا في سفر لكن سفر كان حجك ستوس اللي مسو قورين سفر هذا كان لسو قوري ودعي كرت النبي يقول لك تقل لأجل الحج ومناسكه هي مشغول كشي أوليس. طيب حدثنا قتيبة بن سعيد ومن رمح محمد بن رمح بن مهاجر المصري عن ليث بن سعد عن يحيى بن سعيد الأنصاري بهذا الإسناد سنة كتب المريسين بكتبي يحيى بن سعيد الأنصاري عن عدي بن ثابت عن عبد الله بن زيد الخطمي أن أبا أيوب حدثه قال رمح في رواية حكويلي عن عبد الله بن زيد الخطمي وكان أميرا على الكوفة على عهد بن الزبير وحويلي إن كان عبد الله بن زيد الخطمي أصور دوري تمنجرأة أيوب كقيب قال دجال كحديبية أما عمره غزوة حديبية كقيب قالي وكان عبد الله يزيد يزيد الخدم وحوى أميرا بكاء على الكوفة كوفة أمير كأها يقبرنطوري على عهد من الزبير مرك نير ما هو وأنا أزوج وين وضيع ولي عبد الله سأك إنه كوني عبد الله سأك كوني حق الدادة عبد الله من الزبير. وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن شاب الزور عن سالم بن عبد الله حديث عبد الله بن عمر بروين وكوجب الجبيري باب كإمامك وأنا حديث دروق فربضان الرواية فربضان لو لسكو خلاف في حديث عبد الله بن الزبير عبد الله بن عمر وحان أقول صحيح عند المحدثين والنقاد طريق سالم ابن عبد الله عن أبيه أصغر نقول بالله مسلم وهذا من دقتي بخاري إيه أصغر إيه سننكو طرق بضان بيكو وريان إيه خارج صحيحين با طرق ده حديث عبد الله بن عمر من طريق سعيد بن جبير بلقى وريا من طريق سالم بلقى وريا من طريق الزهري بلقى وريا من طريق سعيد بن سالم بلقى وريا طرق بضم بكوي ماذا من طريق عبد الله بن مالك الأزدي بكوي ماذا طريق أغفي عن لكن وطريق سالم بن عبد الله عن أبي أسوق بالله بي. عن سالم بن عبد الله عن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعا نبي قال كنت كذي مغرب عشاء وذجرة مزدلف. وحدثني حرملة بن يحيى التجيب المصري قال أخبرنا عبد الله أخبرني يونس ابن يزيد الأيلي عن شاب الزهري أن عبيد الله ابن عبد الله بن عمر العمري أخبره أن أباه قال هذا نحكي حجية طريقي عبيد الله متابعا لسالم أن أباه وأبي قال وحيل عبد الله بن عمر جمع رسول الله رسولك الله كل مئة اسكدري بين المغرب والعشاء عشاء مغرب النبي اسكدره ولما بجمع أي بمزدلفة مزدلفة النبي اسكدره هذا بعض الشاهد
ليس بينهما سجدة أي صلاة صلاة أمر دحين سجدة ليلة يدلوجد صلاة سجدتان بالون يدلوجد ركعتان ليس بينهما بين العشاء والمغرب أمر دحين سجدة ركعات كراعج للمغرب كأما كهر لما كدن بي نبي قمت كنين وصل المغرب مغرب كنت ثلاث ركعات صدح ركعات المغرب لما قابي بالإجماع مغرب صلى الله ما قابل لأنه وتر النهار وحاول فوق الأفسا عند الخوف عند الخوف خوف مك هجهاد لوجر العبسنا يا معلات كلب أجرتو عبس أجرتو صلاة واجب كم هل ركعة با مسوى الله خلاف كسو واجرة وحديث بابا كتب حديث ابن عباس بابا تلمى وفي الخوف ركعة صلاة هضاد نجده نبت نجادي نبت إسكوجر إسلا سعدان أفري يصدح لي يلا بالي مغرب وصدحة ظهر عشية عصر أفر أفر يا مغرب يفجر الله بقى هذه السفر اللي يهينا سادة أفريدا الله قابنا يا الله بلا قد يجي مغرب يو عصر عفوا صبح نحبس كبدل المايو محاصوها ري حالة عبسدة خوف وجره ركعة واحدة جماعة من السلف بيقول حديث بنا كوي في صحيح مسلم وصومرتين في صلاة الخوف كما سبقوي جماعة من السلف بأنا كنت جاي هالركعة بواجب وحكي لو أسك سنة لا دا أوراني وصلى المغرب يعني ظهر هالركعة عصر كي هالركعة مغرب كي ركعة عشية ركعة فجر كي هالركعة هؤلاء العروس الدين تي طلق اللي دفاعي اللي قلت له عبادة كمرك والله خفيفين هيا عبادة أقول عروس نواجات كي قال نسكت عمر كأيضا وصلى المغرب ثلاث ركعات جماعة من السلف وحكي كنت جاي صلاة بدي بلودي كرابة يقدم بدي بلودي كرابة دخلك بظهر كو قبس دور بدي بودغي او عصر بدي بودغي او مغرب بدي بودغي او عشاء بدي بودغي هاوش مركه دماتو اميد كلا كلا غورتو او شهادات اد حبالاتو يا او نس دبل جوق يا كسو بلاي دور الى مركز هاوش دور با كسو بلاي واس دبا دغي سيدي هنديدو اييري جيرين سو غران ميسا هنديدا با يوروبيا قبل لوغ تو سومالي ويدي واغي سومالي وقحينا ميلها تي سومالي قيس خير بدن وي يقول لي باكستانيين هندي ايو بنغلاديش ملها جوجو مسلمين اوتغي وير هوسي وحكا شقيان يغورشدي يا ميلا كمبريال بكا شقيان قالادي باي كعبسانيان صلاه دينا نوبخان 18 دقيقه نسيه 15 مينيت او بريك تايم نسيه كنتو كنا باي كعبسانيان روتي مشغل سو غلي وحنا كبخي فيت غورغي سمركو تغعاب او اسان عشاد او كنت يوحو كسو بلابي ظهر ظهر بوتغن ادرو وحو توغني عصر مغرب عشو توغني ساسو كوودا سوالي وعلى دي مجيل مين وين ماشن مولع نلقى سيو أن وقتها نلقى سيو لو شق ما كي كتجي ورشيدو سلسة إذا كذا دقائق هذا قاله وحيو قلادين سوالي ماشي لقى شق على سيو إن لا قلادو وقتها يكنت كذا نيو يا مولع يكنت كذا كان ياتو هذا يواي بالله بين مول قصتوي دسام حيو سمايين مسقولة له تي استيشدة تيشي وي تشوتشيين يدب تردي يستاق لوك اللي دينه ويجوتشي نك يستاق كل اللي حقها هذا يدن مال بس زميل نك مسلم أنا مساعد وانو هينا استجف عنا وانو هينا وحنا قعدت نميو مركب واد الدنق واد رئيسي وين اللي اسمه موقت طيب أبو هذا المبدأ كله جناته بناء ده مضم بكاسو قري إنجليز قدر عليه وحفر يا بنجي بلا ربع بنجي وحكوس رئيسا بخاري مسلم هي آيات الربع في صوت بقران إسحاق الله الله مالك شدو إذن كباشور أردائم يحدث دريجسان ودين كانت كل دكتان قالوا هي وارهراء الدنيا وحكى لمرة بان انت راس كان بإلالين هيا وحكى مبدو يحيريان مجرو حقوق الإنسان ما يقانا حقوق الإنسان هدو جرى الرغزة وحلا تاري لها حاشاكو وراغون تالله انت هلا قد دايو فيو تيازار هيا نينك بلقت وينا مرايكنا كيف ويني وحلا حقوق الإنسان وحكى مجر وادن نم ولدن تيسو إلى شان يادون كان دليلني دينتنا إلى الشذا إسكنا إلى ليا هر أرد كهر رديسان نمان كا هيه على وديمة إسك إلى لي صلى وصلى المغرب ثلاث ركعات وصلى العشاء ركعتين نبي وحوته كذا المغرب وصدحي عشاء الله بقى فكان عبد الله بن عمر وحوها يصلي وحكوت كنجري بجمع مزدل كذلك السس وقت كنجري حتى لحق بالله تعالى موجود تابعوا حور ربنا كل أباي أمرضا كل حنايا وخلاف في جري مزد كل حنايا ماشي الشعب يقوش كل حنايا طيب حتى لحق بالله إلى وربيها لا يلا وجريودي ساسو يري جري وجحابك سو يري
وهو خلاف السنة، فكان عبد الله بن عمر لا يوافقهم على ذلك. وحدثنا محمد المثنى أبو موسى البصري قال حدثنا عبد الرحمن المهدي أبو عبد الرحمن العنبري حدثنا شعبة الحجاج عن الحكم بن عتيبة الفقي وسلم بن كيل الحضرمي عن سعيد بن جبير الوالبي أنه صلى المغرب بجمع والعشاء بإقامة. نبي كنت عفوا سعيد بن جبير كنت كذي المغرب بجمع مزدلفة كنت المغرب كي والعشاء يعشيه بإقامة هل إقامة لكل صلاة. هذا ربنا جمع سعديد كان يا حديث جابر وهذا يسب بإقامة وحلقة ولا أي لكل صلاة سواء الباقي مدة ذي ولا توي عشاء قيمة ديسي مغرب كان قيمة ديسي أذان كنا موسى شو يقولوا أحاديثك لا شكت. ثم أنت أكد مركوت كذي سعيد بن جبير التابعي الجليل ونكو أورنجري أحمد حنبل تابعين تنين لمدة حق الدين كي لقول دقنا هذا سنة لطبقه أمر هذا الجوراء أنا يعلى سكيدة نين لمدة قرن ماي وشعلن لغش كي كان شديد في أمر الله. أسي حجاج بن زبير وحد أحمر حجاج بن حجاج بن يوسف الثقفين والقرنيس وحد أحمري نعلق بها سوى يرى فرتني شنجرة أيو اللقمة علم بان بولا اللقمة نعلق نواءها. ثم حدث عن ابن عمر ابن عمر بكتب إيه أنه صلى مثل ذلك الشيخ ابن عمر باسده أوتو كان جريب ولقي مال المزدلفهين عشية ماركمتو كانين ومرض الله حان يسنى وكل حجر مرة عشرين. وحدث ابن عمر ابن عمر روح وكتب يا أرنك أصقع وحوشك أن النبي صلى الله عليه وسلم صنع مثل ذلك ابن عمر ما كان لوديه اللي معاه سيدنا النبي قال سيدنا يلي جريبور أرضي وحوري الشيخي قال السحابي قال يلي جري باشو دين تنا أبتر بيلاده وحال اسكس وقال ما أنا بحيلة هاي أن أن ماشو ما ووحي رب العالمين. وحدثني زيد بن حرب قال حدثنا وكيع حدثنا شعب الحجاج بهذا الإسناد سنة كذا المريسي شعب عن الحكم ابن عتيبة الفقيه وسلم بن كيل الحضرمي عن سعيد بن جبير عن ابن عمر وعن رسول الله. وقال وحور أسوى وكيع رواية ضمبي وكيع وحور خلاف سيد عبد الرحمن المهدي صلاهما لبضي صلاة وحور النبي كنت كذي أما ابن عمر كنت كذي أما سعيد بن جبير كنت كذي بإقامة واحدة بإقامة واحدة صلاهما بإقامة واحدة لفظ كان ضمك قال بوجي ما دام أسوى صريح ياي حقنا حديثك لو خلاف أيه وخلاف أيه مركا نبي مالك قابك أنت كذا نينك أوقف في عين سوق رواج جابنا عبد الله الأنصاري حديث يدير حنا قصوم مرة بأذان وإقامتين ساسانة نصوص أبدان تاي طيب. وحدثنا عبد الله عبد الحمد عفوا عبد بن حميد روايات عبد الله بن عمر وأكيسان منا إقامة مبشرين بق وتي سالم يا عبيد الله مشيقين إقامه سعيد نجوير بقى إقامة الشيكتي طيب أذان وميسان بحين بقى. وحدنا عبد الحميد إن أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا الثوري صفيان الثوري عن سلم نكيل الحضر عن سعيد نجوير عن ابن عمر قال جمع رسول الله رسول كلاهي بقى جمعيه اسكت دري بين المغرب والعشاء بجمع مزدلفة كل مية صلى المغرب ثلاث المغرب صدح من أبو كتو كذي والعشاء ركعة 20 صدح من أبو كتو كذي بإقامة واحدة بإقامة واحدة لكل صلاة دل رأينا جمعيه. وحدثنا أبو كنا بشيبة قال سنة كان قدام بيسي وهذا من دقة مسلم سي حديث أكل حيوك بدان طاي روايات لأنه أصح الناس حديث عن عمر وويلكس سالم نافع يلا ترتنسية ما رب ظن سالم بل جعلي نافع لك فضله هدي لو مركز سالم يا نافع تقين عبيد الله بن عمر عن أبيه ويلك أبي أصغى حديثك سكايق أن هذو حافظ ويهي ولوك السوني حفظك وحكو حجي مكة سعيد بن جبير وأصنع أن سهلني لكن طرق سعيد بن جبير حقر طريق أفعن وحكو باللابع حكم عتيبة الفقية سلام عن, 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 عن سعيد كدي منه حكو حجي هذا ناس سلامة كده عن سعيد طرق نسبيان ثوري شعبه كدقي هذو حور ربا طريق لسكو خلاف سنية هاي ولا سكو هاي قدام بيسية مسمح قدام بيسية قال وحي ده وحي قدام بيسية إنه علة كوجت التلمام قدام بيسية ذكره وأخره ليبين علته أروح أي مقنيس إنه قدام بيسية إنه محفوظ يا هاي أو سعيد جو طرق ديسو حديث كسعيد الجبير من طرق بكي مادة ورقة كقاطة بإسحاق السبيع بكمدة عن سعيد بن جبير وحكم ذا نكلا إذا ذو سلم نكيل وحكم ذا حكم عتبة الفقيه مركة طريقة وكان صوص عدا. وحدثنا أبو كمبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير حدثنا إسماعيل بن خالد الأحمس البجلي
عن أبي إسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله الهمداني قال وحول أبو إسحاق قال سعيد بن جبير أفضنا مع ابن عمراء أفضنا وانو دقاقني عرفان كدقاقني مع ابن عمراء ابن عمر لجيرانكيس حتى أتينا جمعا إلى المزدلفة قارنون تقني فصلى بنا المغرب والعشاء ونتجيه بإقامة واحدة عشية مغرب ونتجيها لإقامة كلية ثم انصرف مكان صلاة كبح وكدقاق وإسكتقي فقال وحون يري هكذا صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المكان نبي محمد بن ماشان هذا أن كنت كذي سنة وكنا تجيه سنة بنا هستائيو أبتر ماء وحان اسك الشيخان يبو حديث كان مركة أسل كيسو في صحيح البخاري بكي ما دا كون لحب قول طباطني صدح أصوى من طريق ابن أبي ذئب من طريق ابن أبي ذئب بكي ما دا عن الزهري عن سالم ولم ينادي في كل واحدة منهما بل إلا بإقامة ولم يصبح بينهما ولا على إثر واحدة منهما في صحيح البخاري بحضر الله مصنع سنين قداشون مصنع سنين مركو بركا نقا شاب عيدان شاقنا مركا دليل ملها وورو رو لقسو التقيو ويو حلقي هوريو حلقي حاجك اللي سوخ الصهايو نينك الله يسمع ابن أبي خالد البجلي قاب كاسو أوريي دار قدني ما حديث كان اسكال الله تشي دار قدني ما حديث اسكال الله تشي أتتبع الإلزامات رقم كبقول كنتني يكو صفحة أفر بقول لحني صدح طبعا المحققة هذا الشيء مقبل وتعقيجي يوحو لي هاي هذا عندي وهم مت كان أكتي يوحو حديث كان سند كاني ووهم من إسماعيل إسماعيل بإسموثي إسماعيل بن أبي خالد الأحمسي وقد خالفه جماعة منهم شعبة والثوري وإسرائيل وغيرهم فرووه عن أبي إسحاق السبيع عن عبد الله بن مالك الأزدي عن ابن عمر وإسماعيل وإن كان ثقة فهؤلاء أقوم بحديث أبي إسحاق منه حديث كان إسماعيل بن خالد الأحمس ولا رقتان وحقد قي عن أبي إسحاق السبيع عن سعيد بن جبير عن عمر بقد قي وحقد الوريق أبي إسحاق السبيعي أبي إسحاق السبيع عن سعيد بن جبير عن ابن عمر ساس وقد قي إسماعيل بن سدايري إسماعيل والله خلافه وسفيان الثوري يا شعبه يا إسرائيل نبي إسحاق وأبي وحكا قادنا يا غير كود با حديث أبي إسحاق قاطو وحي كرق من حديث أبي إسحاق السبيعي عن عبد الله بن مالك الأزدي عن ابن عمر أو شيخ أبو إسحاق ماها سعيد بن جبير يا وحوي عبد الله بن مالك الأزدي صادرت وحول إسماعيل ثقبة هالنقدي ميشان وسكتي واسمتي شيخ أبو إسحاق السبيعي ماها سعيد بن جبير وعبد الله بن مالك سيدنا وحكوري رقع الصقا كعو العلوس أما الله مد أو كبضا إسماعيل كبضا أيها أنا كغفي عن إلى حفدنت يا قيبد حديث كأبو إسحاق سيدنا سجود ترى قدني الإمام النووي حولي ميلا ميلي بضن كمس الجواب إن تنقو وقبته حوليه وجوابه ما سبق بيانهم مرات في نظائره أنه يجوز أن أبا إسحاق سمعهم بالطريقين فرواه بالوجهين وكيف كان فالبطن صحيح لا مقدح فيه والله أعلم بولي نو التجويز العقلي لما أقول في الحديث روايات كما قالوا أنين كان يا خلاف الجماعة حديث الجماعة أنا أصح وأحفظ لكم يداهدو وحادعي كرتين لفر لما أقوله تجويز العقل احتمال كعقلي ميلك لو قلا ماشي معارضة كجرين بو قلا لكن دار قدني وحكوها الله كلام ناقد معلل وحيري أبو إسحاق أردني سباء إسخلافي إسماعيل بن خالد أحمس ميل بو كل بابعي أنا أبو إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عمر بيوتي رقب ظن سفيان الثوري إسرائيلي شعب كمديهين أنا أبو إسحاق السبيعي عن عبد الله بن مالك عن ابن عمر بيكدقي إسماعيل ثقبه النقد ولا قبدا يا رجع حديث أبي ساكية قام بو خلافي هضبة يقفل رجع جماعة ضيو ودري واحد يا والا واحد كخلد ما يقول وحد عكر تمر كنا فرطون لقاعد يجزن ما هدي لكن نقل وكين لا نو ورفع عمو النقل لا إمامكم مركا وحيس كل بيرتا هاي لبا الريموت تارقودني وركا هذا أول رجحي أسأل وحلو وخلق سيد مسلم باص حنبود وهذا بوكان نقد ورك نك عالم قا يختلف اجتهاده
كتاب كيس عللك العيل الواردة في الحديث النبوي مجلد صدح توبنات بقول سقاشني يسدد إلى الله بقول رقم كحديث سؤاش صدح كوني سقاش وحوجي كان شيوخنا يقولون مشايخ الحديث كان كتب كبر من عللك وحورنجري إن إسماعيل ابن أبي خالد وهم في قوله عن سعيد بن جبير وإن الحديث حديث عبد الله بن مالك الأزدي والذي عندي والله أعلم أن الحديثين صحيحان والذي عندي كذبوا شرحي طرق حديثك ابن عمر طرق سيبوا شرح عوري لأن حديث سعيد بن جبير محفوظ كانوا هدوا إعلانها يوم وهو محفوظ هذا الليل بوذي فيشبه أن يكون أبو إسحاق قد تحفظه عنهما حول أبو إسحاق السبيع وعدعي كرتنه كحفظي عن سعيد بن جبير وعن عبد الله ابن مالك الأزدي طرق بنا كشويد هو كان ودفاع وحان قبل حديث طريق أبو إسحاق عن سعيد إيه وطريق أبو إسحاق عن عبد الله بن مالك كلاهما وصحيحان مشايخ نور دي إذن هذا الكيس تطبع وبناء على قول المشايخ هذا الكيس عيال كان ووحو أسوه كل انت وقبي لأن عيال كدن بي تطبع كدن بي انت وحادير ونوين وصن شيقين دار قدن وصن كبرارين شريك بن عبد الله القاضي بحديث كوري عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير وعبد الله بن مالك معا أبي إسحاق هو شوف يشبه دار قدني وحادعك أبو إسحاق إنه لبش حديثك كلها حديثك سعيد بن جبير ومحفوظ وحوجين إذا شريك بن عبد الله القدواني حافظ ثقة أوي تغير باكود عواجد أبو قادر النقضي لكنه أحفظ من حديث الكوفيين عن من الثوري أصوه سيدا هذا حديث الكوفيين أدبؤ يقانا وأبو إسحاق نوامع وشيوخ الكوفيين وي شريك بن عبد الله النخعي القاضي عن أبي إسحاق السبيعي عن سعيد بن جبير وعبد الله المالك في سنة أبي داود كن سقال بقول صدق كفيرية إذا دار قد ورك صدق بعيل الكا صحيحة احتمال كنا وشينا واصح لكن إحنا كودي دنا هاي احتمال كشواهد بولا نقلية إنه نقلية كلام رمني إنه فركلية الاحتمال العقلي ما كودي دنا أنت وحدير ترمي أسوقه ما كان مريني سدا هذا عيني رجحيبان لما كون يا سديد دنا صوم مرة ترمي في الجامعة كان مريني تلميذ واسنك على حدق وحيولي يحيى مسعيد القطان وحيولي رواية سفيان الثوري أيا أصح من رواية إسماعيل بن خالد الأحمسي تلميذ رجحي إن رواية سفيان الثوري أي صحيحتها هاي مدا إسماعيل لقى في عيني وطريق مري دار قدني في التتبع والإلزامات تلميذ بها مري يحيى سعيد القطان بها مري دار قدني بها شوق سوقوري وخالفهم في العلل كما خالفهم مسلم هي في صحيح مركز دقذا يا أود حديثي كجرت شيخان كان كتب صيصة على أي حال حديث كلها علة له مسلم حو قال أوجي حديث لقاه الله إيوه من لقاه الله إن دورته كلقاه الله يبدب جيا كلا لقاه الله إنه هروجيا والله سبحانه وتعالى عنه.